قاعدة الخمس ثواني بقلم ميل روبنز. في أحد أيام الشتاء الباردة في مدينة بوسطن الأمريكية، استيقظت مؤلفة الكتاب ميل روبنز على صوت منبهها المزعج. كانت ميل روبنز قد اعتادت على الضغط على زر الغفوة وتأجيل وقت استيقاظها لأطول فترة ممكنة، ولكن في ذلك اليوم وبدلا من زر التأجيل، بدأت روبنز يومها بالعد التنازلي من 5 إلى 1. بدلا من التقلب في الفراش، كانت روبنز تخاطب نفسها بصمت 5 4 3 2 1، ومن ثم تقفز من الفراش لتبدأ يومها. أسمت ميل روبنز هذه العادة بقاعدة الخمس ثواني، واستخدمتها لمواجهة الحوافز السلبية التي تحبط الإنسان عن القيام بالكثير من الأعمال في الحياة اليومية. اكتشفت ميل روبنز أن هذه العادة البسيطة قد تساعد على إلهائنا عن المخاوف والكسل، وتعيد توجيه انتباهنا إلى ما يجب فعله فورا بدلا من تأجيله إلى حين آخر. إذا اتبعنا قاعدة الخمس ثواني باستمرار، فإنه بذلك يمكننا التغلب على الكثير من المشاعر السلبية وتوجيه طاقاتنا لإنجاز الكثير في أسرع وقت ممكن. بعد ذلك استخدمت روبنز قاعدة الخمس ثواني لدفع نفسها للمواظبة على ممارسة رياضة الجري أو لإنجاز مهامها في العمل بأسرع وقت ممكن. وكلما كانت تشعر بالكسل أو التأجيل، كانت تقول لنفسها 5 4 3 2 1 وتبدأ العمل فورا. في عام 1954 صاغ عالم النفس جوليان روتر مفهوما يعرف باسم موضع التحكم. يفسر هذا المفهوم شعور معظم الناس بأن قوة خارجية هي التي تتحكم في حياتهم، ويبين هذا المفهوم بأن أولئك الذين يشعرون بالسيطرة على حياتهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر إنتاجية. غالبا ما يطلب منا ترقب الفرص واقتناصها، ولكن النصيحة الأفضل قد تكون بأنه علينا أن نخلق الفرص بأنفسنا. قاعدة الخمس ثواني قد تعد وسيلة فاعلة لاستعادة السيطرة على حياتنا الشخصية وتجاهل جميع العوائق والظروف الخارجية التي تعيقك عن تحقيق أهدافك. الفكرة: قاعدة الخمس ثواني هي عادة بسيطة تدفعك لدفع الكسل وتجاهل الطاقات السلبية في حياتك اليومية. عندما نقبل على اتخاذ أي خطوة كبيرة في حياتنا، فإننا عادة نميل إلى التخطيط المطول وانتظار اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار النهائي، على الرغم من علمنا بأن اللحظة الأنسب قد لا تصل أبدا. وفقا لإحدى الدراسات، فإن 85% من الموظفين يمتنعون عن إبداء ملاحظاتهم لمدرائهم انتظارا للحظة الأنسب للتحدث ومشاركة آرائهم. بعض أنجح الأشخاص في التاريخ لم يكونوا مستثنون من فخ انتظار اللحظة المناسبة. في عام 1976 كان ستيف وزنياك يعمل كمهندس للإلكترونيات في شركة HP الشهيرة. في ذلك العام كان وزنياك يعمل لوحده على تصميم جهاز كمبيوتر شخصي، وعلى الرغم من أنه عرض التصميم على إدارة شركة HP، فإن مدراءه رفضوا اعتماد التصميم في 5 مرات متتالية. في المقابل عرض عليه صديقه ستيف جوبز أن يؤسس الاثنان شركة خاصة ويبدأوا بيع جهاز وزنياك بأنفسهم. وفي أول محاولة لهم، تمكن جوبز ووزنياك من بيع أول جهاز كمبيوتر مقابل $666. في ذلك العام كان هناك رجل يدعى بول تيلر يمتلك متجرا لبيع الأجهزة الإلكترونية في كاليفورنيا. كان تيلر قد سمع عن اختراع وزنياك والشركة التي أسسها بالتعاون مع ستيف جوبز. عندها اتصل بول تيلر بستيف جوبز وعرض عليه مبلغ $25,000 مقابل تصنيع 50 جهازا من أجهزة الكمبيوتر التي طورها وزنياك. كان ستيف جوبز مستعدا لقبول عرض تيلر مباشرة، بينما راودت ستيف وزنياك حالة من الشك فيما إذا كانت تلك هي اللحظة المناسبة لترك وظيفته في HP وترسيخ وقته لتصنيع أجهزة الكمبيوتر التي طلبها بول تيلر. أراد وزنياك أن يبقى لفترة أطول في وظيفته الحالية، ولم يكن مستعدا لأخذ هذه المخاطرة إلى أن أقنعه أصدقاؤه بالإقدام عليها في نهاية الأمر. وفي عام 1976 استقال وزنياك من عمله في شركة HP وأسس مع ستيف جوبز شركة أبل، التي أصبحت أكبر شركات الكمبيوتر في يومنا هذا، وأصبحت مؤخرا
أول شركة في العالم تتخطى قيمتها السوقية التريليون دولار. جميع الأهداف الكبرى تتطلب من اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا اليومية، وهي أمور يمكننا دائما تأجيلها من خلال إقناع أنفسنا بأن اليوم هو ليس اليوم المناسب. وفي نهاية المطاف قد نمضي قدرا كبيرا من حياتنا في انتظار اللحظة المناسبة. قاعدة الخمس ثواني هي أداة تساعدنا على تجاوز لحظات الشك والانتظار ودفع أنفسنا لاتخاذ الخطوات التي طالما رغبنا في اتخاذها. الفكرة: لا تنتظر اللحظة الأنسب وابدأ بالسعي نحو تحقيق أحلامك الآن. إذا نظرنا إلى الرياضيين المحترفين مثل متسابقي ألعاب القوة وغيرها من الرياضات التي تتطلب وقتا وجهدا كبيرا في التدريب، نجد أن الكثير يعتبرهم من أكبر مصادر الإلهام كونهم أشخاصا وضعوا أهدافهم الحياتية نصب أعينهم وسخروا عقولهم وأجسادهم من أجل تحقيقها. قد يعتقد الكثير منا بأن الرياضيين المحترفين يتمتعون بقدرات تفوق قدرات الإنسان الطبيعي، ولكن عند مراقبتهم عن كثب نجد أن ما يميزهم عن الأشخاص العاديين في الحقيقة هي سمة رئيسية ذات أهمية كبرى، ألا وهي قدرتهم على عزل مشاعرهم وعواطفهم. على الرغم من الشعور بالإرهاق الشديد أثناء خوض ماراثون طويل أو أوقات إضافية في مباراة لكرة القدم، فإن الرياضي المحترف لديه القدرة على الانفصال عن هذا الشعور والاستمرار في الجري والمنافسة حتى الرمق الأخير. لذلك يدرك الرياضيون أن المشاعر هي مجرد إشارات ثانوية من الأفضل أحيانا تجاهلها، وخاصة عندما تحول دون الوصول إلى الهدف. متابعة الرياضيين المحترفين قد تعطينا درسا حياتيا هاما، لأن معظمنا يعتمد على العواطف والشعور عند اتخاذ القرارات بدلا من المنطق الموجه نحو الهدف. وفقا لعالم الأعصاب أنطونيو داماسيو، فإن عواطفنا هي العامل الحاسم في 95% من قراراتنا. أجرى داماسيو عدة أبحاث على أشخاص كانوا يعانون من أمراض دماغية كانت تمنعهم من الإحساس بالعواطف والمشاعر، وعلى الرغم من أن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من تحديد إيجابيات وسلبيات الخيارات المطروحة أمامهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من اتخاذ أي قرارات في غياب المشاعر. دفع هذا العمل أنطونيو داماسيو إلى الاعتقاد بأن المشاعر هي المحرك الأساسي لاتخاذ القرارات لدى البشر. الفكرة: لا يمكنك دائما التحكم في مشاعرك، ولكن يجب عليك عزلها لكي لا تؤثر على اختياراتك وقراراتك. لا شك في أن الكثير معرضون للقلق. قد يكون القلق نتيجة لطريقة تربية الآباء والأمهات لأبنائهم. فأثناء مرحلة الطفولة قد تسمع الكثير من الآباء والأمهات وهم يوجهون أبنائهم ليكونوا أكثر حذرا عند اللعب في الخارج، أو يأمرونهم بارتداء ملابس أفضل لكي يتجنبوا نزلات البرد في الشتاء. نتيجة لذلك يمضي الكثير من الأشخاص البالغين وقتا طويلا في القلق بشأن أشياء خارجة عن سيطرتهم، ومن ثم ينتهي بهم المطاف بالندم على الوقت الثمين الذي أهدروه في القلق والتفكير السلبي. الدكتور كارل بليمر المختص بدراسات علم النفس لدى كبار السن قضى أكثر من 10 سنوات في محاورة أكثر من 1200 من كبار السن. من خلال محادثته معهم وجد الدكتور بليمر بأن معظم كبار السن يعتقدون بأنهم قد أضاعوا الكثير من وقتهم في القلق. يتبين من ذلك بأن وقتنا في هذه الحياة هو شيء أثمن وأهم مما نقضيه في الخوف والقلق حيال المستقبل. لذلك فإن قاعدة الخمس ثواني قد تساعدنا على السيطرة على مشاعر القلق وعيش حياة أفضل إلى أقصى حد ممكن. إذا شعرت بأن ذهنك بدأ يميل إلى القلق والمشاعر السلبية، توقف وابدأ بالعد من 5 إلى 1 حتى تستعيد السيطرة على مشاعرك. بمجرد وصولك إلى 1، اسأل نفسك هذين السؤالين: ما هي النعم التي يجب أن أشكر الله عليها في هذه اللحظة؟ وما هي المشاعر الإيجابية التي أستطيع تذكرها؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة ستساعدك على تحويل تركيزك بعيدا عن القلق وإلى الجوانب الأكثر إيجابية في حياتك. تذكر دائما بأن هناك أجزاء مهمة من حياتك مثل علاقاتك الاجتماعية والأهداف التي تطمح إلى تحقيقها. لذلك استخدم قاعدة الخمس ثواني لتذكير نفسك بأهدافك الأسمى.